إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الدرس الرابع، قسمة عدد من 3 منازل على عدد من منزلتين. نشاط 1، نشاط عملي. المواد اللازمة: السبورة، الطباشير، كيسان في كل منهما، بطاقات مكتوب على كل منها أحد الأعداد الآتية: الكيس الأول 12، 9، 6، 4، 7، 70، 3، 60، الكيس الثاني 16، 5، 13، 2، 8، 25، 6، 23. الإجراءات: يقسم المعلم الصف إلى فريقين، ويختار كل فريق 3 طلاب يمثلون الفريق. يبدأ الفريق الأول بخروج الطالب إلى السبورة، ويكتب المعلم أحد الأعداد من المجموعة الأولى على السبورة. يختار الطالب بطاقتين من الكيس الأول، يكون حاصل ضربهما يساوي العدد الذي اختاره المعلم، ويكتب الطالب هذين العددين على السبورة خلال دقيقتين. تكرر الإجراءات نفسها مع الطالب الثاني والثالث من المجموعة نفسها، وهكذا للمجموعة الثانية. يساعد المعلم الطلبة باختبار صحة الأعداد التي كتبها الطلبة على السبورة بعملية القسمة. الفريق الفائز هو الذي يختار أكبر عدد من الإجابات الصحيحة. السؤال الثاني، زار 879 طالبا ضريح الشهيد ياسر عرفات في ذكرى يوم الاستقلال الذي يصادف 15 من شهر تشرين الثاني، حيث اشترك عدد متساو من طلاب 14 مدرسة حكومية، ومعهم مجموعة من الطلاب مدرسة الأمل للصم والبقم. ألف، أناقش خطوات الحل لمعرفة عدد طلاب كل مدرسة من المدارس الحكومية وعدد طلاب مدرسة الأمل الذين زاروا ضريح الشهيد ياسر عرفات. 879 تقسيم 14. تمانية وسبعين تقسيم 14، 6، 6 ضرب 14، 6 ضرب 4، 24، 6 ضرب 1، 6، يكون الناتج 84. 87 ناقص 84، بننزل 9 في الأحاد للناتج 7 ناقص 4 3، والتسعة في الأحد ننزلها بسير الرقم 39. 39 تقسيم 14 يساوي 2، 2 ضرب 14 يساوي 28. 39 ناقص 28، 9 ناقص 8 1، 3 ناقص 2 يساوي 1. باقي القسمة 11 وناتج القسمة 62. عدد طلاب كل مدرسة من المدارس الحكومية الذين زاروا ضريح الشهيد ياسر عرفات 62 طالبا. عدد طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم الذين زاروا ضريح الشهيد ياسر عرفات هو 11 طالبا. ب، أناقش العلاقة بين باقي القسمة والمقسوم عليه. باقي، الباقي دائما أصغر من المقسوم عليه. ج، أتحقق من صحة الحل. 14 ضرب 62 زائد 11 يساوي 879. السؤال الثالث، أجد ناتج القسمة والباقي وأتحقق من صحة الحل. ألف، 420 تقسيم 10 يساوي 42 والباقي 0. التحقق، 10 ضرب 42 زائد 0 يساوي 420. ب، 291 تقسيم 17 يساوي 17 والباقي 2. التحقق، 17 ضرب 17
زائد 2 يساوي 289. السؤال الرابع: ذهبت 159 طالبة من مدرسة الكرامة في رحلة علمية إلى وادي القلط وقصر هشام في أريحة، ولتنظيم حركة الطالبات تم توزيعهن بالتساوي على 12 مجموعة مع عدد الطالبات في كل مجموعة 156 تقسيم 15 تقسيم 12 1 1 ضرب 12 12 15 ناقص 12 يساوي 3. بننزل الستة في الأحد، بتصير عنا الرقم 36 تقسيم 12 يساوي 3. 3 ضرب 12 يساوي 36. 36 ناقص 36 يساوي 0. إذن 156 تقسيم 12 يساوي 13 والباقي 0. السؤال الخامس: أفكر، يملك موسى قطعة أرض طولها 590 مترا، فإذا زرع على طولها 74 شجرة زيتون على أبعاد متساوية وبقي 3 متر وترك 3 متر في بداية الأرض، ما المسافة التي تركها موسى بين كل شجرة زيتون والشجرة التي تليها؟ 590 ناقص 6 أمتار يساوي 584 متر، المسافة المزروعة. ملاحظة: نزرع الشجرة الأولى ونترك مسافة وهكذا، ولكن الشجرة الأخيرة رقم 74 لا نترك لها مسافة بعدها. 584 تقسيم 73 يساوي 8 أمتار. أتحقق من صحة الحل: 73 ضرب 8 يساوي 584 متر، المسافة الكلية 584 زائد 3 زائد 3 يساوي 590 متر. السؤال السادس: أكتب مسألة كلامية من واقع الحياة يكون المقسوم فيها 495 والمقسوم عليه 71. المسألة: وزع تاجر 495 صندوقا من العصير على 71 محلا تجاريا، كم صندوقا أخذ كل محل وكم تبقى لدى التاجر؟ 495 تقسيم 71 يساوي 6 صناديق، وتبقى لدى التاجر 69 صندوق. السؤال السابع: كون نمطاً يتكون من 4 حدود مبتدئاً بالعدد 125 على أن تستخدم عملية القسمة في النمط. النمط 125 تقسيم 5 25، 25 تقسيم 5 5، 5 تقسيم 5 1. مشروعي: تقوم كل مجموعة من الطلبة بمساعدة وإرشاد من معلم التكنولوجيا في المدرسة بعمل تكلفة لتوفير حواسيب عدد 20 وطابعات عدد 20 وطاولات حاسوب عدد 20 لمختبر الحاسوب، وذلك بأخذ مواصفات هذه المواد من المعلم وإعداد هذه التكلفة من خلال التجوال على المحلات.